كنت نازل اقضي اجازه مع والدتي اشوفها واسرتي واهلي وهرجع تاني اخلص اجازتي وهرجع تاني. فكنت قابلت صديق ليا كان عايش في امريكا وقابلته هنا في مصر، فكنا خارجين مع بعض. دخلت على اللجنه وانا داخل فلقيت الضابط بيقول لي اركن يا برنس على جنب. فالمهم انا ركنت السياره على جنب ونزلت منها، قال اتفضل انزل. رحت نازل من السياره انا وصديقي، طلب من الامنه والعساكر ان هم يفتشوا السياره، فراح طلب مننا اقلعوا الاحذيه. فهو متوقع عشان انا قلعت الشوز بتاعي وفتشني تفتيش ذاتي وفتش سيارتي وانا ما اتكلمتش معاه، فراح ممكن متخيل في دماغه ان هو ايه اما يزودني في صدري جامد ان انا هفضل حاطط ايدي في جنبي. فانا رحت مودي وشي على جهه اليمين سنه، مش عايز ابص له، عايز اتلاشاه. لقيت بوكس مره واحده في عينيا، جه في عينيا الشمال. انا فاكره ان عيني بتنزل دم وميه سخنه، وبقول لصاحبي اللي هو رضا صديقي، بقول له يا رضا الحقني يا رضا وديني مستشفى، انا عينيا راحت. طلعت على مستشفى دمرداش، الدكتور الاستقبال اللي شافني هناك اتصل بالدكتور التاني الكبير، حضروا لي اوضه العمليات وحجزوني في المستشفى ودخلت عملت عمليه. التقرير طالع من المستشفى نفسها انفجار في العين اليسرى. انا عايز حقيقي وبطالب بحقيقي ان فعلا ان ده مش لا يصلح ان هو ظابط، ان هو المفروض بدل ما يحافظ على الناس لا ده هو بيدمر الناس.